السلام عليكم خاوتنا، انا مع الكالاج تاع الان دو زوال فولكسفاغن ولا في سكودا، يطلع في البولو يطلع في سكودا كيما قلت. شوفوا انا هاو اللوتي تاعو، هاي لا البلاكا هنايا، لا بارتي الكبيره وين الفتحه جاي لتحت، ولا بارتي الصغيره جاي لفوق. كيما انا الميكانيسي اللي قبلي كان دايع بوبام كاله ميكانيك عادي، مادام عندنا لوتي نستعملو لوتي وتقدروا تخدموه. يعني كيما راني خادم هدايا، علاش باش كي نحكم الكالاج تاعي نحي هادوما ونحط هدايا باش نزيب لي بونون تاعي ما نسكنتيش لوتي دوريجين. هكذا خاوتنا، وعندنا في الفولو موتور يجي في الظهر، انا وين يركب الكابتور يتنحى، هاهو لوتي تاعو يطيح هنا الفولو موتور في تقبة وحدة. هكذا خاوتنا، وفي المونتاج غاوتنا تاع لاشين مونطي لا كليسيير تاعك هي الاولى، من بعد حط لي بينيون تاعك هكا. نوصل البولون هذا يحكمو هكا، زوج يدين هاي ناحية الفلاش تاعك من تحت داخلة بوندير، بدنا نخدمو لو لاباط هنايا باش منربطوش بالسلك. وهذا هو الكالاج خاوتنا، ومرحبا بكم اللي عندو الكالاج تاعو، اللي يحب يبدل لاشان مرحبا بيه، ولا اللي عندو لاشان هاي مديكاليا مرحبا بيه. هادي هي خاوتنا لاباط، والشكر الخاص الخونا موسى تصليح السيارات تاع البيضاء، شفت من عنده الفكرة راني طبقتها، يعني خير من يربطو السلك. الله يجازيك والله يعطيك الخير وبارك الله فيك. هذه هي الاجتهاد تاعو وننتسبوه ليه، ما ننتسبوش ليه انايا، شفت من عنده الفكرة الله يعطيه الخير. هاو البلياج تاعها، هذه انا كليت لها لا باش كاش دوشاني تمنطع الاز. هذه هي، والسلام عليكم والله يعطيكم الخير انتما تاني.